امرأة حملت بطريق غير شرعي، وأقنع بعض أقاربها أحد الشباب بعقد القران عليها ليسترها، هل هذا العقد صحيح أم أن الرجل أذنب في ذلك؟ إن العقد على الحامل من زنا سبق أن فيه قولين، قولا بالبطلان وقولا بالصحة مع حرمة المعاشرة الجنسية حتى تضع، والرجل الذي أشار بهذا العقد ارتكب إثما على القول بالبطلان ولم يرتكب إثما على القول بعدم البطلان، وقد يثاب على نيته بالستر على هذه المرأة، والله أعلم.